تسأل عن الكيفية الصحيحة التي تثبت القرآن في قلب حافظه فلا ينسى منه شيئا، جزاكم الله خيرا. الطريقة الصحيحة لثبات حفظ القرآن هي تكرار التلاوة، أن يكثر من التلاوة وأن يتعاهد القرآن كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. قد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى تعاهد القرآن بمعنى تكرار تلاوته، قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها، أو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. فالذي يثبت القرآن في ذاكرة المسلم هو كثرة التلاوة والتدبر لكتاب الله عز وجل. جزاكم الله خيرا.